حقيقة بدأنا ملف غاية في الروعة مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل عن مكونات البني آدم. البني آدم ده إحنا متكونين من إيه؟ من الروح والنفس والعقل والبدن طبعا والقرين. فإحنا اتكلمنا يعني في حلقات كثيرة، أو هنتكلم عن كل يعني مكون على حدة. النهاردة إحنا عايزين نتكلم عن حق البدن علينا. جسمنا ده ملكنا ولا ملك مين؟ جسمنا ده نتعامل معاه ازاي؟ اسئلة كتيرة جدا وفتاوى كتيرة جدا بنمر عليها ليها علاقة بالبدن، وآيات قرآنية تحدثت عن علاقتنا ببدننا هنتطرق ليها. وفضيلة الشيخ أشرف الفيل، أهلا بحضرتك معانا. إيه حق البدن على الإنسان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. الحقيقة بدن الإنسان هو أمانة استودعها الله عز وجل عند الإنسان، لأن أنا قلت لحضرتك إن الإنسان ده مركب من عناصر. أيوة. فربنا لما بيتعامل بقى بيتعامل مع العناصر. لما هيتكلم عن البدن فبيتكلم مع العناصر الأربعة: الروح والنفس والعقل والقرين. فالكلام موجه للعقل، بيقول له خليك عارف إن البدن ده أمانة عندك. أنت لا تمتلكه، يعني أنا لا أمتلك بدني، يعني مفيش واحد بيمتلك بدنه مش ملكه، يعني أنا لا أمتلكه فلا أستطيع أن أبيع شيئا منه أو أن أستغنى عن شيء منه، لا أبدا. دي أمانة أنت تم استيداعها عندك، وبيقول لك لو سمحت حافظ على الأمانة دي. حافظ عنها في إيه؟ آية واحدة في القرآن، ثلاث كلمات قال لنا بس في هما ثلاث كلمات: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثلاث كلمات: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس ثلاث كلمات. ولذلك واحد لما احنا كل الامراض المتوطنه والامراض الموجوده في جسد الانسان بسبب واحده من الثلاثه: الاكل او الشرب او الاسراف. اي واحده من الثلاثه، مش من كل الامراض جايه من الاكل ومن الشرب ومن الاسراف، مفيش حاجه تاني، مفيش موضوعات تانيه جايه في اي حاجه. حتى الفيروسات يقاومها الجسد بناء على مناعته القويه، والمناعه القويه استنتجت من الاكل والشرب وعدم الاسراف. يعني من نوع الاكل، من نوع الشرب، من عدم الاسراف، فكلها دايره واحده. ربنا جمع الطب كله في ثلاث كلمات: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال انه لا يحب المسرفين. يبقى هنا القران الكريم هو بيبين لك ده، بيقول لك خلي بالك: ولقد خلقنا الانسان من سلالات من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، ثم خلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، فخلقنا المضغه عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشاناه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. ربنا اتكلمك على المراحل اللي خلق فيها الانسان، وركبها بقى ازاي، ركبها جبهه دي ورا دي ورا دي ورا دي، وبعدين بيقول لك بقى انا سلمتك خلق اخر، يعني بدن بقى. فانت فالام بتاخد البدن ده وتبقى مسؤوله عنه لمده سنه ونص لسنتين، هي مسؤوله عنه، اللي هو مساله الرضاع. اداله غذاء، اهتم بمساله الغذاء ده وخليه حاجه خاصه جدا، ما حدش له اي تدخل فيها خالص، يعني لا الام تستطيع صناعه هذا اللبن ولا تستطيع اي حاجه، كلت ما كلتش، شربت ما شربتش، عملت ما عملتش، ده غذاء جاي واصل للطفل. سبحان الله، الرضيع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي صنعه، هو اللي خلقه، ما فيش اي تدخل للام في اي حاجه خالص في القصه دي كلها. طب ليه بقى؟ عشان يفهمك ان المنشأ هو منشأ الطعام والشراب وعدم الاسراف، والجنين او الرضيع ياخذ بمقدار ما يريد ولا يزيد على ما اراد، وان ارادت الام ان تزيده شيئا عن ذلك استرجعه استقاءه، يرجع الولد، لان لازم ياخذ الكميه المعقوله بس بتاعته. اذا يفهم من ذلك كله ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي الامانه للام، فالام تفضل مرتبطه بالابن ارتباطا وثيقا. بعد كده لما يبدا هو ياكل ويشرب، فيقوم ربنا حاطط له في المخ حاجه تدي له اشاره كده ان انت خلاص شبعت. طيب.